أومأ جبريل للأمير بحركة خفيفة من رأسه وأسرع يدخل المكتب، وبعد دقيقتين فتح الباب من جديد وسمع صوت جبريل الرنان المتودد يقول: تفضل فادخل يا أمير. كان الجنرال إيفان إيبانتشين واقفا في وسط مكتبه ينظر إلى دخول الأمير باستطلاع شديد وفضول قوي، حتى لقد خطى للقائه خطوتين. واقترب الأمير وقدم نفسه. قال الجنرال: حسن جدا، في أي شيء أستطيع أن أخدمك؟ قال الأمير: ليس لي الآن أي أمر مستعجل، وليست غايتي من هذه الزيارة إلا التعارف. لا أحب أن أزعجك، إنني لا أعرف اليوم الذي تستقبل فيه، ولا أعرف العادات التي تأخذ نفسك بها، وقد جئت من محطة القطار إلى هنا رأسا وأنا قادم من سويسرا. ابتسم الجنرال ابتسامة خفيفة، ولكنه فكر فأسرع بكظمها، ثم فكر مزيدا من التفكير فغض عينيه وعاد يتفحص الزائر من القدمين إلى الرأس، ثم أشار له إلى كرسي يجلس عليه، وجلس هو نفسه منتحيا بعض التنحي، والتفت نحو الأمير مستطلعا نافذ الصبر. وكان جانيا واقفا في ركن من المكتب يستل أوراقا. أجاب إيبانتشين قائلا: لا يتسع وقتي عامة للتعارف مع أناس جدد، ولكن لما كان لك هدف حتما فإنني... قاطعه الأمير يقول: كنت أحس سلفا أنك سوف تنسب إلى زيارتي منفعة أبتغيها أو فائدة ألتمسها، لكنني أحلف لك أنني لا هدف لي إلا مسرتي بمعرفتك. المسرة متبادلة طبعا، ولكن المسرة ليست كل شيء دائما، فقد يكون هنالك أعمال. ثم إنني لم أتوصل إلى إدراك الصلة التي يمكن أن تربطنا والعلاقة التي يمكن أن تجمع بيننا. أقصد، لست أدرك السبب الذي حملك على أن... ما من صلة أو علاقة، ذلك أمر لا جدال فيه، وليس هناك أشياء كثيرة تجمعنا. فلا أن أكون من أسرة الأمراء مشكين، ولا أن تنتمي زوجتك الكريمة إلى هذه الأسرة نفسها، فليس هذا سببا كافيا بطبيعة الحال. إنني أدرك ذلك حق الإدراك، ومع هذا فذلك هو السبب الوحيد الذي دفعني إلى المجيء. لقد تركت روسيا منذ 4 سنوات، وحين رحلت لم أكن مالكا جميع قواي العقلية، كنت لا أعرف عن الحياة شيئا، وحتى الآن لا أعرف شيئا كثيرا عنها. أنا في حاجة إلى معرفة أناس ذوي قلوب كريمة. على سبيل المثال، هناك الآن قضية يجب أن أحلها، ولا أدري من أي طرف أبدأ. قلت لنفسي منذ أن بلغت برلين: هؤلاء أقرباء لي تقريبا، فسأبدأ إذن بهم، فلعلنا نستطيع أن ينفع بعضنا بعضا. وهؤلاء أناس ذو قلوب كريمة، وقد ذكر لي أن لك قلبا كريما عطوفا. قال الجنرال مبهوتا: كلام لطيف، هل أستطيع أن أعرف أين نزلت؟ حتى الآن لم أنزل في مكان. إذن حين تركت القطار جئت إلى عندي رأسا، ها؟ وجئت مع أمتعتك؟ ليس لي إلا سرة صغيرة بها بعض الملابس، ولا شيء غير ذلك، وأنا أحملها بيدي عادة. يتسع الوقت من الآن إلى المساء لاستئجار غرفة في فندق. في نيتك إذن أن تستأجر غرفة؟ نعم طبعا. ظننت من أقوالك أنك كنت تنوي الإقامة عندي. كان يمكن أن أفعل ذلك لو دعوتني، ومع هذا أعترف لك بأنني ما كنت لأبقى ولو دعيت، وما كنت لأبقى بدون سبب، ذلك طبع في. إذن فقد أحسنت لأنني ما دعوتك ولا أدعوك. كلمة أخرى يا أمير، من أجل أن نضع الأمور في نصابها، ما دمنا قد اتفقنا على أنه لا مجال للكلام على قرابة بيننا،
رغم أن هذه القرابة كان يمكن أن تشرفني طبعا، فإنه يترتب على هذا أنه لم يبقى لي إلا أن أنهض وأنصرف. فان الأمير وهو ينهض ويضحك من قلبه رغم كل ما في هذا الوضع من حرج وارتباك، وتابع كلامه يقول: وأؤكد لك يا جنرال أنني رغم قلة خبرتي ورغم جهلي بالعادات هنا، كنت أعلم حق العلم أن الأمور ستجري على هذا النحو تماما. على كل حال ربما كان هذا أفضل. ثم إن رسالتي لم يرد عليها. طيب، أستودعك الله واغفر لي إزعاجك. كانت نظرة الأمير في تلك اللحظة تفيض لطفا وبشاشة، وكانت ابتسامته خالية كل الخلو من أي عداوة، وحتى من أي عداوة خفية مستسرة. فما كان من الجنرال إلا أن توقف وأخذ ينظر إلى الأمير بعين جديدة، وأصبح وجهه يعبر تعبيرا يختلف كل الاختلاف عن تعبيره قبل ذلك، وقد تحقق له هذا التحول في طرفة عين. قال الجنرال للأمير بصوت يوشك أن يكون قد تغير تغيرا كاملا: اسمع يا أمير، أنا في الواقع لا أعرفك، وربما كانت زوجتي من جهة أخرى تحب أن ترى الرجل الذي يحمل اسم الأسرة الذي تحمله هي، فانتظر إذا شئت وإذا كان يتسع وقتك. أجاب الأمير وهو يسرع فيضع قبعته المبتلة المدورة على المائدة: هوه، وقتي يتسع كل الاتساع، وقتي خال كله. أعترف لك بأنني أقدر فعلا أن إليزابيث قد تتذكر أنني كتبت إليها منذ قليل أثناء انتظاري في حجرة المدخل. خيل إلى خادمك أنني جئت ألتمس بعض المساعدات، لاحظت ذلك واضحا، ولابد أن أوامرك شديدة في هذا الصدد. أؤكد لك أنني ما جئت لهذا، وأنني لم آتي إلا للتعارف حقا، لكني أخشى أن أكون قد ضايقتك وهذا يقلقني. قال الجنرال وهو يبتسم ابتسامة فرحة: طيب يا أمير، إذا كان باطنك كظاهرك، إذا كنت كما تبدو فعلا، فربما كانت معرفتك تسر وتبهج، ولكنك ترى طبعا أنني امرؤ مشغول، سأضطر حالا إلى العكوف على بعض الأوراق أدرسها وأوقعها، وعلي بعد ذلك أن أذهب إلى صاحب السمو ثم أمضي إلى مكتبي. معنى ذلك أنني رغم ابتهاجي الشديد برؤية أناس لطاف محبين، ولكن أقصد أنني على ثقة بأن تربيتك الممتازة لابد أن... ما سنك يا أمير؟ 26 عاما. حقا؟ كنت أحسبك أصغر سنا من ذلك بكثير. نعم، يقال أنني أبدو شابا صغير السن. فيما يتعلق بعدم إزعاجك، سأحاول ألا أزعجك لأنني أكره أن أزعج، ويخيل إلي أخيرا أننا مختلفان في الظاهر اختلافا شديدا لأسباب كثيرة، وأننا ليس بيننا أمور مشتركة كثيرة، رغم أنني في الواقع لا أصدق هذا من جهتي، فكثيرا ما يكون الاختلاف ظاهريا، وكثيرا ما يكون ثمة في حقيقة الأمر نقاط مشتركة. إن الكسل هو الذي يدعونا إلى التسرع في تصنيف الناس والتفريق بينهم قبل أن نجد ما يحمل على ذلك أو يفرضه. أظن أنني أرجوك بالعكس، إنني أفهم اهتمامك هذا وأقدره حق قدره وأشكره لك. لا أملك الآن أي ثروة وليس لي أي مركز، لكني سأحتاج إلى هذا طبعا. إن المال الذي كان معي إلى الآن ليس مالي، إن شنايدر الأستاذ الذي كان يعالجني ويعلمني بسويسرا هو الذي أعطاني ذلك المال، وقد أخذت منه ما يكفيني للرحلة بلا زيادة ولا نقصان، فلم يبقى معي الآن إلا بضعة كوبيكات. في ذهني أمر من الأمور، وأنا في حاجة إلى نصائح، ولكن... قاطعه الجنرال سائلا: قل لي، مما تنوي أن تعيش بانتظار ذلك؟ وما هي مشروعاتك؟ أريد أن أعمل بطريقة أو بأخرى. ها حقاً؟ إنك لفيلسوف. قل لي، هل تعرف لنفسك موهبة من المواهب؟ هل تعرف لنفسك كفاءات يمكن أن تهيئ لك خبز يومك؟
مرة أخرى أعتذر عن. لا تعتذر، ما أحسب أن لي موهبة أو كفاءات خاصة، بالعكس أنا رجل مريض ولم أتابع تحصيلي. أما عن خبز يومي فيخيل إلي. قاطعه الجنرال مرة أخرى ليزحمه بالأسئلة، فقص الأمير قصته مرة أخرى، واتفقا أن كان الجنرال قد سمع عن المرحوم بافليتشيف حتى لقد عرفه شخصيا. لم يستطع الأمير أن يشرح لماذا اهتم بافليتشيف بتربيته وتعليمه، ولم يزد على أن قال لعل ذلك لم يكن إلا تكريما لذكرى صداقته القديمة بالمرحوم أبيه. لقد تيتم الأمير منذ طفولته الغضة وقضى سني حياته الأولى بالريف، لأن حالته الصحية كانت تحتاج إلى فضاء واسع وهواء نقي، وعهد به بافليتشيف إلى قريبات له عجائز كنا يعشن في أراضيه، وكانت له في أول الأمر خادم تشرف على تربيته، ثم أصبح له بعد ذلك مرب يتولى تعليمه. ورغم أنه يتذكر كل شيء تذكرا واضحا قويا، فإنه لم يستطع أن يقدم تعليلا كافيا وتفسيرات مقنعة، لأنه على حد تعبيره لم يكن في ذلك الأوان يدرك الأشياء إدراكا جيدا، وقد جعلته نوبات مرضه المتكررة يصير إلى البلاهة، فهو الآن أبله. قال الأمير كلمة أبله، وروى الأمير أخيرا أن بافليتشيف كان قد التقى في برلين بالأستاذ السويسري شنايدر الأخصائي في هذا النوع من الأمراض، وكان الأستاذ شنايدر في مقاطعة فالي بسويسرا مستوصف يداوي فيه المرضى بطريقة خاصة به، أساسها الرياضة البدنية وحمامات الدش الباردة، وكان أيضا يداوي البله والمجانين. ومات هو بعد ذلك بثلاثة أعوام دون أن يتخذ أي تدبير، ولكن شنايدر احتفظ بالأمير وظل يعالجه طوال هذين العامين الأخيرين، ولم يتوصل إلى شفائه من مرضه، لكن العلاج كانت له نتائج حسنة. ثم قرر شنايدر تلبية لرغبة الأمير نفسه وعلى أثر حادث جديد أن يعيده إلى روسيا. ظهرت على الجنرال دهشة جديدة وسأله، إذن ليس لك في روسيا أحد؟ ليس لك فيها أي قريب؟ حتى الآن ليس لي أحد، ولكنني آمل. ثم إنني قد تلقيت رسالة. قاطعه الجنرال قائلا دون أن يكون قد سمع الجملة الأخيرة التي تشتمل على إشارة إلى رسالة، ولكن لابد أنك تعلمت شيئا ما، على الأقل لابد أنك تعلمت مهنة من المهن. إن مرضك لن يمنعك من أن يكون لك وظيفة ما، لا أقول وظيفة صعبة، بل وظيفة في إدارة ما. طبعا لا يمنعني مرضي من ذلك، أما عن الوظيفة فإنني أود كثيرا أن يكون لي وظيفة، إنني أحب كثيرا أن أعرف ما أصلح له وما أقدر عليه. لقد ظللت أدرس وأتعلم طوال السنين الأربع الماضية، صحيح أن دراستي لم تكن منتظمة مطردة لأن أستاذي كان مضطرا أن يستعمل في تعليمي منهجا خاصا، لكنني استطعت في الوقت نفسه أن أقرأ كتبا روسية كثيرة. كتبا روسية؟ فأنت إذن تعرف قواعد الإملاء وتستطيع أن تكتب بدون أخطاء؟ طبعا مؤكد. عظيم. وخطك؟ خطي ممتاز، بل أستطيع أن أقول من هذه الناحية إن لي موهبة، أنا خطاط فعلا. وأضاف الأمير يقول بحماسة، انتظر سأكتب لك شيئا على الفور من قبيل التجربة. افعل افعل، بل إن هذا سيكون مفيدا جدا، لقد أحببت فيك حسن إرادتك وهمتك يا عزيز الأمير، حقا إنك للطيف كل اللطف. ما أجمل أدوات مكتبك، ما أحسن هذه الأقلام وهذه الريش، ما أروع هذا الورق، ما أحسن سمكه، ويا لها من حجرة مكتب فخمة. اسمع، إنني أعرف هذا المنظر، هو مشهد من سويسرا، أنا على يقين من أن الرسام الذي صور هذا المنظر قد نقله عن الطبيعة، أنا واثق بأنني أعرف هذا المكان، هو في مقاطعة أورو جائز جدا، رغم أنني اشتريت اللوحة من هنا. يا جانيا أعطي الأمير ورقا. إليك ريشا وورقا، تفضل اجلس إلى المائدة الصغيرة. والتفت الجنرال نحو جانيا
فرآه يخرج من حقيبة أوراقه صورة فوتوغرافية كبيرة ويمدها إلى إيبانتشين. فسأله الجنرال: ما هذا؟ هذه ناستاسيا فيليبوفنا؟ هي التي أرسلت إليك الصورة؟ كذلك سأله متدفقا في الكلام، وقد بدا عليه استطلاع قوي وفضول شديد. أجابه جانيا: أعطتنيها منذ قليل حين ذهبت أقدم إليك تمنياتك. لقد طلبتها منها منذ مدة طويلة. ترى أليس في هذا إلماع منها إلى أنني جئتها خالي اليدين لا أحمل لها أي هدية في مثل هذا اليوم؟ أضاف جانيا جملته الأخيرة هذه وهو يبتسم ابتسامة كريهة، فقاطعه الأمير بلهجة جازمة: لا لا، حقا إن لك تفكيرا غريبا. أهي امرأة من تلك النساء التي تلمح تلمع وتغمز وتلمز؟ أنت تعرف حق المعرفة أنها ليست امرأة تنشد منفعة وتلتمس ربحا، ثم ما عسى تكون الهدايا التي يمكن أن تهديها إليها. لامرأة مثلها لا يقدم المرء إلا آلاف الروبلات. كان في وسعك طبعا أن تقدم إليها صورتك أنت أيضا. بالمناسبة، ألم تطلب منك صورتك حتى الآن؟ لا، لم تطلبها حتى الآن، وقد لا تطلبها في يوم من الأيام. أنت غير ناس سهرة اليوم طبعا يا إيفان فيدروفيتش، أليس كذلك؟ ذلك أنك واحد من ضيوف الشرف. طبعا طبعا، غير ناس غير ناس، سأحضر حتما. هو عيد ميلادها، عيد ميلادها 25. لا بأس يا جانيا، سأفضي إليك بسر، فاصغي إلي. لقد بذلت لي ولأتنازي إيفانوفيتش وعدا بأن تعلن قرارها هذا المساء، أكون أو لا أكون. ضع هذا الحساب ولا تنسه. اضطرب جانيا فجأة حتى لقد امتقع لونه قليلا، وسأل بشيء من اختلاج في صوته: هل قالت هذا حقا؟ قطعت على نفسها عهدا منذ 3 أيام. لقد بلغنا كلانا من الإلحاح واللجاجة أنها أذعنت آخر الأمر، لكنها رجتنا ألا نذكر لك شيئا من ذلك قبل أن تحين الساعة. كان الجنرال يتفرس في جانيا بنظرة فاحصة، وكان واضحا أن اضطراب جانيا يسوءه. قال جانيا مضطربا مترددا: لاحظ يا إيفان أنها تركت لي حرية اتخاذ القرار كاملة إلى أن تتخذ قرارا بنفسها، ومن المتفق عليه أن تبقى الكلمة الأخيرة وأن يبقى القول الفصل لي أنا حتى في تلك الحالة. صاح الجنرال يقول مروعا مذعورا: ولكن هل تراك ذكرت أن... لم أقل شيئا. أرجوك، ما الذي تريد أن تخلص إليه؟ أنا لا أرفض، لعلني أخطأت التعبير، قال الجنرال غاضبا دون أن يحاول كظم استيائه وكتمان امتعاضه. لن ينقصنا إلا أن ترفض يا صديقي. لن تعد المسألة عندنا أن لا ترفض، وإنما يجب عليك أن تظهر الغبطة والامتنان والسعادة الكاملة في اللحظة التي تعلن فيها رأيها. سمع الأمير ذلك الحديث كله رغم إكبابه في ركنه على عمله في الكتابة بالخط الجميل، فلما أنجز عمله اقترب من المائدة ومد الورقة ودمدم يقول بعد أن أنعم النظر في الصورة بانتباه وتشوق: هذه إذن ناستاسيا فيليبوفنا؟ ثم أضاف يقول بحرارة: إنها رائعة الجمال حقا. كانت الصورة الفوتوغرافية تظهر قسمات امرأة ذات جمال نادر فذ في الواقع، والمرأة ترتدي ثوبا من حرير أسود، ثوبا أنيقا رشيقا خاليا من البهرج والزخرف. شعرها كستنائي واضح، قد صفف تصفيفا بسيطا في تسريحة من الداخل. عيناها دكنوان عميقتان، وجهها يعبر عن اندفاع عاطفي، ويعبر عن شيء من تعال وكبرياء، وهو نحيل ولابد أن يكون شاحبا. دهش جانيا والجنرال من كلام الأمير، فالتفت نحوه وسأله الأمير: كيف ناستاسيا فيليبوفنا؟ أأنت تعرف ناستاسيا فيليبوفنا؟ فأجاب الأمير: نعم، أنا في روسيا منذ 24 ساعة بل أقل، ومع ذلك أعرف هذه المرأة التي لا يضارع جمالها جمال.
وأسرع يروي لقاءه مع رجوين وحكى القصة التي سمعها منه. قال الجنرال قلقا بعد أن أصغى إلى الأمير بانتباه شديد، قال وهو يتجه إلى جانيا بنظرة مستفهمة سائلة: يا للنبأ. وجمجم جانيا يقول مضطربا بعض الاضطراب هو أيضا: هي حكاية طيش لا أكثر، ابن تاجر يلهو ويقصف، سبق أن سمعت عنه. عاد الجنرال يتكلم فقال: وأنا سمعت عنه أيضا يا عزيزي، إن ناستاسيا فيليبوفنا قد روت القصة كلها بعد حكاية القرطين تلك، ولكن الأمر الآن مختلف، ربما كان الأمر الآن أمر مليون. وهناك أيضا ذلك الوله، وهو وله خسيس طبعا، لكنه وله مع ذلك، ونحن نعرف ما قد يفعله أمثال هؤلاء السادة بغير حرج حين يسكرون. وختم الجنرال كلامه مفكرا حالما يقول: أرجو أن لا يؤدي هذا إلى حادث ما. قال جانيا وهو يضحك ضحكة ساخرة: هل المليون هو ما تخشاه؟ أما أنت فلا طبعا. قال جانيا فجأة يسأل الأمير: قل لي يا أمير، ماذا كان شعورك تجاهه؟ أحسست أنه رجل جاد، أم أحسست أنه وغد حقير لا أكثر؟ ما رأيك الشخصي؟ أحس جانيا بإحساس غريب وهو يلقي هذا السؤال، كأن فكرة جديدة فريدة قد أنارت ذهنه، فأخذت عيناه تسطعان بومضات من نفاد الصبر. وكان قلق الجنرال صادقا ساذجا، فالتفت هو أيضا نحو الأمير، ولكن دون أن يبدو عليه أنه يتوقع من جواب الأمير أشياء كثيرة، فأجاب الأمير: لا أدري ماذا أقول لك، لقد بدا لي على كل حال أنه شاب مشبوب الهوى، جامح العاطفة إلى حد المرض، ثم إنه هو نفسه يشعر من يراه بأنه مريض، ومن الجائز جدا أن تنتكس صحته منذ أيامه الأولى ببطرسبرغ، ولا سيما إذا أخذ يشرب. هتف الجنرال يقول متشبثا بهذه الفكرة: ها، هذا رأيك إذن؟ نعم، هذا ما يخيل إلي. قال جانيا وهو يضحك ساخرا: على كل حال لا تحتاج مغامرة كهذه إلى بضعة أيام لكي تنفجر، حتى لقد نسمع جديدا قبل هذا المساء. قال الجنرال: طبعا هذا جائز، لكن كل شيء رهن إذن بما يخطر ببالها هي. إنك لا تعرف حق المعرفة كيف تكون هي في بعض الأحيان. صاح الجنرال من جديد وقد استولت عليه حيرة شديدة وبلبلة كبيرة: ماذا تريد أن تقول؟ اسمع يا جانيا، أرجوك ملحا ألا تعاكسها وألا تعارضها اليوم كثيرا، بالعكس حاول أن تكون، أقصد كن لبقا لطيفا كيسا. لماذا تلوي فمك هكذا؟ اسمع يا جبريل أرداليونش، آن لنا أن نضع الأمور في نصابها، آن لنا ذلك. لماذا نحتمل هذا العناء كله؟ إنك لا تدرك حق الإدراك أنني فيما يتعلق بمصلحة الشخصية في هذه القضية كلها مغطى منذ زمن طويل، ولسوف أخرج منها بما يناسبني ويلائمني بطريقة أو بأخرى. لقد اتخذ توتسكي قرارا لا رجعة عنه ولا رد له، فأنا أيضا هادئ إذن كل الهدوء، مرتاح كل الارتياح، مطمئن كل الاطمئنان، وإذا كنت ما أزال أرغب في شيء فهو خيرك أنت. فكر مليا، ألست تثق بي؟ لا سيما وأنك رجل ذكي، ثم إنني قد وضعت أملي فيك، وفي الوضع الراهن، في الوضع الراهن هذا هو الشيء الرئيسي. كذلك قال جانيا يساعد الجنرال في إتمام جملته مرة أخرى. والتوت شفتا الفتى على ابتسامة ساخرة مسمومة، أصبح لا يحاول حتى إخفاءها، وكانت نظرته المحمومة تحدق إلى عيني الجنرال، كأنه يريد أن يقرأ الجنرال فيها كل تفكيره، فاصطبغ وجه الجنرال بحمرة شديدة وغضب، فاستأنف كلامه وهو ينظر إلى جانيا بقسوة: نعم، الذكاء هو الشيء الرئيسي، ألا إنك لغريب الأطوار يا جبريل؟ لكأنك مبتهج بوصول هذا الشاب التاجر ابتهاجك بحل يهبط من السماء،
كان يجب في هذه القضية أن تبرهن على ذكاء منذ البداية. كان يجب عليك أن تفهم الموقف فهما سليما وأن تقدر الوضع تقديرا صحيحا، وكان يجب عليك أن تعمل من الطرفين، من الجهتين، مع التزام الاستقامة والصراحة، وإلا فلا أقل من التنبيه والتحذير حتى لا يتورط الآخرون ولا يتعرضوا لشيء، ولقد كان في وقتك متسع لهذا، وما يزال في وقتك متسع على كل حال. هنا رفع الجنرال حاجبيه على نحو مفهوم، رغم أنه لم يبقى إلا بضع ساعات. هل فهمت عني؟ ها؟ أتريد أم لا؟ إذا كنت لا تريد فعليك أن تقول ذلك، وأن تقوله في الوقت المناسب. ما من أحد يريدك على غير ما تحب يا جبريل، ما من أحد يدفعك إلى فخ إذا كان حقا أنك لا ترى في هذا إلا فخا. قال جانيا بصوت خافت ولكن بلهجة ثابتة: بل أريد. وخفض عينيه وصمت مظلم الوجه مربد الأسارير. رضى الجنرال وارتاح، لقد غضب منذ قليل واندفع، أما الآن فكان واضحا أنه نادم على غلوه في المضي إلى ذلك الحد. والتفت نحو الأمير فجأة وقد بدا في وجهه قلق، لقد شهد الأمير الحديث وسمع كل شيء. لكن الجنرال لم يلبث أن استرد هدوءه، إن نظرة واحدة إلى الأمير كانت كافية لإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفسه. هتف الجنرال يقول وهو ينعم النظر في نموذج الخط الذي مده إليه الأمير: عظيم عظيم، خط رائع، آية من آيات الفن، آية نادرة، انظر يا جانيا، انظر، يا لها من موهبة. أجاب جانيا موافقا: شيء مدهش. ثم أضاف وهو يضحك ضحكة ساخرة: حتى أن هذا يدل على موهبة عظيمة ويبشر بأن سيكون له مهنة محترمة. قال الجنرال: اضحك، اضحك ما شئت أن تضحك، إنه يملك حقا ما يؤهله لمزاولة مهنة ممتازة. هل تعرف يا أمير إلى أي شخصية سنكلفك بالكتابة؟ إن في الإمكان أن تعطى راتبا قدره 25 روبلا في الشهر بلا تردد. ثم أضاف الجنرال قائلا وهو ينظر في ساعته: ولكن الساعة أصبحت 12:30، اسمع يا أمير، لننتقل إلى جوهر الموضوع، فأنا في عجلة من أمري، وقد لا تتاح لنا فرصة اللقاء مرة أخرى اليوم. اجلس لحظة، سبق أن قلت لك إنني لن أستطيع أن أستقبلك في أحيان كثيرة، لكنني أرغب صادقا في أن أبذل لك بعض العون، أن أبذل لك عونا ضئيلا هو القدر اللازم الذي لا بد منه ولا غنى عنه، أما فيما عدا ذلك فدبر أمرك على النحو الذي يحلو لك وبالطريقة التي تراها مناسبة. سأجد لك وظيفة صغيرة في المكتب، عملا ليس شاقا مسرفا في المشقة، ولكن سيكون عليك أن تجد وأن تجتهد. واسمع الآن ما سأقوله لك، إن صديقي الشاب جبريل الذي تراه والذي أعرفك به الآن يعيش مع أسرته، وقد أعدت أمه وأخته في شقتهم غرفتين مؤثثتين، فهما تؤجران هذه الغرف مع الطعام والخدمة لأناس موصى بهم مشهود لهم بحسن الخلق، وأنا على يقين من أن نينا ألكساندروفنا ستقدر توصيتي بك وشهادتي لك. هذا كنز بالنسبة إليك يا أمير، فلا تعيش وحيدا، بل تعيش في حضن أسرة إن صح التعبير. وفي رأيي أنا أنه ليس من الخير لك أن تبقى وحيدا من اليوم الأول في عاصمة مثل بطرسبورغ. إن نينا ألكساندروفنا أم جبريل، وبارابارا أخته، هما سيدتان أحترمهما احتراما عظيما وأجلهما إجلالا كبيرا. إن نينا هي زوجة أرداليون، الجنرال المحال على التقاعد الذي كان رفيقي في الجيش، لكنني قطعت جميع صلاتي به لبعض الأسباب دون أن يمنعني ذلك من أن أكن له بعض الاعتبار والاحترام. إنني أشرح لك هذا كله يا أمير من أجل أن تفهم أنني أوصي بك وأشهد لك بنفسي، وأنني إذن أتحمل التبع. إن أجرة المسكن مع الطعام والخدمة معتدل جداً،
وأنا آمل أن يكون راتبك في القريب كافياً للوفاء به كفاية تامة. صحيح أن المرأة يحتاج أيضاً إلى بعض المال يضعه في جيبه وينفق منه عند الحاجة، لكنني ألفت نظرك يا أمير دون أن أريد لك أن تغضب، ألفت نظرك إلى أن من الأفضل لك ألا يكون في جيبك مال تنفق منه، لا، ولا أن تملك أي مال تضعه في جيبك. ومع ذلك لما كانت حافظة نقودك خالية كل الخلو الآن، فاسمح لي أن أقدم إليك 25 روبلا لنفقاتك الأولى، وسنتحاسب في المستقبل طبعا، وأعتقد أن لن تكون بيننا أي صعوبة إذا كنت حقا ذلك الرجل الصادق المخلص الودود الذي كشف عنه حديثك. ولأن كنت أهتم بك هذا الاهتمام كله، فلأن هناك أمورا سأعهد إليك بها وسأعول عليك فيها، أمورا ستعرفها في المستقبل. هكذا ترى أنني أكلمك ببساطة تامة وصراحة كبيرة. آمل يا جانيا ألا ترى بأسا في أن يسكن الأمير عندكم؟ ها؟ أجاب جانيا مؤكدا بلهجة فيها ظرف وترحيب وبشاشة، بالعكس ولسوف تكون أمي سعيدة. قال الجنرال، طيب فما رأيك إذن يا أمير، أأنت مسرور أم لا؟ شكرا يا جنرال، لقد غمرتني بأريحيتك مع أنني لم أطلب منك شيئا. لا أقول هذا من باب الكبرياء، حقا كنت لا أعرف إلى أين أذهب. صحيح أن رجوين قد دعاني إلى داره منذ قليل، ولكن رجوين؟ لا، كل شيء إلا هذا. أنسى هذا السيد رجوين، تلك نصيحة أب لابنه، أو قل نصيحة صديق لصديقه إذا كنت تؤثر ذلك. ومهما يكن من أمر، فإنني أوصيك عامة بالاقتصار على الأسرة التي ستعيش معها. قال الأمير، ما دمت طيبا نبيلا إلى هذا الحد، فإنني أريد أن أستشيرك في أمر ألتمس فيه نصحك. لقد تلقيت إبلاغا، قاطعه الأمير قائلا، لا أعذرني، لا أملك الآن دقيقة واحدة، سأكلم عنك إليزابيث حالا، فإذا أعربت عن رغبتها في استقبالك منذ الآن، وهذا ما سأوصيها به، فإنني أنصحك بأن تستغل الفرصة لتحظى برضاها. إن من الممكن أن تقدم لك خدمات عظيمة لأنك تحمل اسم أسرتها، أما إذا لم ترغب في أن تستقبلك فلا يسوءك هذا، وارتقب فرصة أخرى. وأنت يا جانيا ألقي نظرة على هذه الحسابات أثناء ذلك، لقد كسرنا رأسها بها أنا وقيدو سيف، ينبغي أن نفكر في إدراجها. وخرج الجنرال قبل أن يستطيع الأمير أن يعرض عليه الأمر رغم محاولات عدة، وأشعل جانيا سيجارة وقدم للأمير سيجارة، فقبلها الأمير ولكنه لم يحاول أن يستمر في الحديث مخافة أن يزعجه أو أن يضايقه، وأخذ يتفحص المكتب، غير أن جانيا لم يكد يلقي نظرة على الورقة الملأى بالأرقام التي أشار إليها الجنرال. كان جانيا ذاهلا شارد اللب، حتى أن ابتسامته ونظرته وهيئته المهمومة أصبحت أثقل وطأة على صدر الأمير وأشد إلاما له حين اختليا. واقترب جانيا من الأمير، بينما كان الأمير قد عاد يتأمل صورة ناستاسيا فيليبوفنا، فقال وهو يتفرس فيه تفرس من يخفي نية ويبيت أمرا، إذن تعجبك هذه المرأة يا أمير؟ أجاب الأمير، وجه مدهش، وأنا واثق بأن القدر الذي كتب عليها قدر نادر. الوجه باش، ولكنها قاست آلاما رهيبة، أليس كذلك؟ إن المرأة يقرأ هذا في نظرتها، في هذين النتوءين، في هاتين النقطتين تحت العينين عند منبت الخدين، وجه فيه كبرياء، كبرياء شديدة. لكنني أتساءل، هل هي خيرة النفس طيبة القلب؟ آمل أن تكون كذلك، فبهذا يمكن أن ينقذ كل شيء. تابع جانيا كلامه دون أن يحول عن الأمير نظرته المحمومة، قل لي، هل يمكن أن تتزوج أنت امرأة كهذه المرأة؟ قال الأمير، أنا لا أستطيع أن أتزوج أي امرأة، أنا مريض. وهل يمكن أن يتزوجها رجوين؟ ما رأيك؟ هو؟
أظن أنه يمكنه أن يتزوجها حتى منذ الغد. يتزوجها 8 أيام ثم قد يذبحها. حين سمع جانيا هذه الكلمات الأخيرة التي قالها الأمير ارتجف ارتجافا بلغ من القوة أن الأمير أوشك أن يصرخ، وأمسكه من ذراعه وقال له: ماذا بك؟ هنا ظهر خادم في عتبة الباب يقول: صاحب السمو، إن صاحب السعادة يرجوك أن تذهب إلى صاحبة السعادة الجنرالة. وخرج الأمير يتبع الخادم.